السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا عن طير يحيى، وين نقولوا بلي المناجر العام تاع اتحاد العاصمة، ويصرح سنعمل بشفافية كبيرة في اتحاد العاصمة. الله يجعل ان شاء الله بربي يخلوك تخدم، الله يجعل يخلوك تخدم كوزعمك معسوب. نقول لخويا عنتر يحيى، نقولوا بلي في الصورة في فرق اللي يبغوا مكاش مشاكل، فيها مشاكل كاين لمسية كاين ياسمة، فيها لي بول، فيها الاخطبوط يضرب فيها، ماشي لعب هذو الناس. هذو حنا نتمناو ان شاء الله بربي يخلو هذا الانسان يخدم. هذا الانسان اللي متكون لعب في الاحتراف، تكون في الاحتراف، اطلع في الاحتراف، لعب في الاحتراف، قدم لبلاده، نقولوا قدم لبلاده، رد الاعتبار لبلاده، رفع الرايه الوطنيه. 27 عام رفع الرايه الوطنيه، يعني ناس وين يخدم وباغي يمد لبلاده. الحمد لله ربي كنا نهضروا فيها، قلناها شحال من خطره، قلنا الجيل تاع 2010، الجيل تاع ام درمان، قلنا لكم باللي هما اللي غادي يحملوا المشعل تاع التسيير والكرة القدم ان شاء الله بربي في اقرب وقت. خاطر انا كنت تبقاو تشوفوا الجيل تاع اللي يلعب كوب دي مون 2010، قاعد تخرجوا يلعب لي اونترينر لي مسير لي ماناجير، غادي تشوفوا واحد الصوالح ان شاء الله بربي. خاطر هضرناها لكم ونعاودوا نهضروها باللي ديجا هو لا عنتر يحيى، ديجا وراه مطمور، ديجا وراك راخر مصباح، وراه كاع الناس يتخدم لي بوقره، كاع الناس يتخدم. الحمد لله يا ربي، غادي نشوفوا ان شاء الله بربي. المعلومات اللي كانوا عندي ناس وين دخلوا للتسيير، وين سمعوا للحاج وراحوا للتسيير، اللي راح للتسيير اللي راح للتدريب راه خدش عليه. لازم النهوض بكرة القدم الجزائرية بأبنائها المخلصين، ناس اللي ما عندهمش في راسو ما يجي يخون، خاطر هادو ناس كاين اللي تجيبه يخدم. كما قلت لكم على ذاك اللي مد 200 مليون باش يقدر منصب في الرابطه، دونك انت تمد الدراهم، علاه تقدر تمد الدراهم باش تقدر منصب؟ من اجل السرقه. حنا هادو الناس راك تشوف عن طريق يحيى، ولا يجيك مطمور كريم مطمور، ولا يجيك مصباح، ولا يجيك بوقره، ولا يجيك، يعني الناس هادو يجوا يعطوا الاضافه لبلادهم، يجوا يردوا بلادهم، ناس يخدموا هادو وعقلوا على كلامنا. وبالك الناس معاقلين على كلامنا، شنو كنا نقولوا تاع ام الجيل؟ شوف وين راه فانيك، نقولوا فانيك راه يخدم، فانيك راه يخدم زاوي، ناس كاع اللي يخدموا، ناس اللي يخدموا، ناس اللي يلعبوا تاع ام درمان، الملحمة تاع أم درمان، الناس قاعد خرجوا يخدموا. لازم الحاج محمد راوراوا ما بغاوش يمشوا معاه، الزبل هذو ما بغاوش يمشوا معاه. هذاك الحاج بغى يدير، نعطيكم حاجه، الحاج كان رايح يدير كيما دارت الجزائر مور الاستقلال. شكون اللي قلب المشعل؟ اللعابه تاع 58 هما اللي قلبوا المشعل. زيتوني راح لا ريجيون تاعو، كل واحد راح لا ريجيون تاعو كما سيخدم، ويكونوا، خرجونا باللومي، خرجوا اللعابه. خرجوا كيفاش؟ الحاج بغى يدير خدمه، خاطر الحاج 76 في الاخر الثوره كيما داروها تاع كره القدم، ثوره في كره القدم في الرياضه الجزائريه 76، الحاج كان خدام فيها. التاريخ ما بغاش الناس، ولا الحاج حقر المحليين، الحاج دار منا، الحاج الخدمه تاعو بروفيسيونيل اللي كان باغي يعاود يحييها. الناس هذو ما بغاوش يخدموا، ما عياو فيهم، ما عيا فيهم يا ودي نعلو الشيطان، يا ودي دسوا الدراهم، يا ودي يجي النهار تتخصوا الدراهم، غادي ما تسيبوهمش، دسوا الدراهم، حافظوا على الدراهم. هما ما بانت لهم، راحوا ناس متطوعين لمصر اداو 600 مليون، صحافي رايح فما داي كاميرا ورايح ادا 300 مليون، الناس قعدوا هنا صحافيين قعدوا هنايا لي بارشوك تاع الاتحاديه اداو 100 150 200 مليون. شوف كيفاش وين الله يجعل. شوف نقولوا باللي الله يجعل ذا عنتر يحيى، الله يجعل ما يشوفش العجب، الله يجعل كي يبدا يخدم ان شاء الله بربي دار العجب ما تكونش كاينه. خاطر حنا لهنا في الشامبيون تاعنا عندنا دار العجب. وين اكد عنتر يحيى مدير الرياضي الجديد لنادي اتحاد العاصمه ان كل شيء سيكون واضح
للأعيان مع طرحه لمشروع رياضي إن شاء الله بربي. وقال عنتر يحيى خلال بث مباشر وعبر الانستغرام: سنعمل بشفافية كبيرة في الاتحاد العاصمة. وأضاف: الجميع متفق على وضع رجل مناسب في المكان المناسب في الفريق، وهذا ما سنسعى إليه. وتبع: ستكون هناك خلية استقدامات مثل ما هو الشأن في مختلف الأندية الأوروبية، وكل شيء سيتم الكشف عنه خلال مشروع الرياضي الذي سنقوم بطرحه. وختم كلامه: لا يمكن النجاح بفرد واحد، بل يجب النجاح كمجموعة. وهذه هي، ماشي هو يخدم لك منه وانت راقد من اليوم بعد تنوض لي انا الصباح، تنوض على الثلاثة تاع العشية وتروح القناة تاع الهداف تكما صح كي الدجاج، هضرة الدجاج ان شاء الله بربي ما تكونش كاينة. هذه اللي نعاودوها، وان شاء الله يخلوه يخدم. اجي بنية ما تبقاوش تعيفوا له، انا شنقول؟ الله يجعل يخلوه يخدم، الله يجعل الله يجعل البطولة ما تلعبش ويصفوا ويجيبوا ناس كيما هذا عنتر يحيى. هذه اللي نقولوها، الله يجعل يجيبوا ناس كيما عنتر يحيى. نتمنى ان شاء الله كيما نقولوا حنايا مولودية وهران تجيب مطمور في قسنطينة يديروا بزاز. لازم 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 هذه اللعابة، لازم هذه اللعابة اللي كانوا في الاحتراف ويعرفوا الاحتراف، مع ان الاحتراف شنو ولا ماشي. تجيب لي خاين وتقول لي باين خدمه، ما تجيبليش خاين وتقول لي باين خدمه. لازم الناس هادو محترفين، واحد كيما عنتر يحيى، تشوف عنتر يحيى، عنتر يحيى غدوة ان شاء الله يهدر لك ديريكت اسي محمد. عنتر يحيى غدوة ان شاء الله ما تروحش تنيغوسي معاه تقول له بيع لي الماتش ونشري لك ماتش في جهه اخرى، ما كاش على بالك. او حنا عندنا هذه، تعطيني الماتش ونشري لك الماتش السيمانه الجايه، ولا عطيني هذا الماتش وندبر لك ماتش من جهه اخرى، ما كاش. هذه ما تعطيكش تهدرها معايا، يضربك ولا يكشفك ديريكت، يشكي بيك. هذه اللي نتمناوها، ماشي هو يخدم من والاداره الاخرى تبيع منه، ماشي هو منا مزير عليها والاداره قال لك انا من الفوق عاسها وهي من تحت شارب، قال لك انا من الفوق عاسها وهي من تحت شارب. خاطش الناس هادو دعمي ليلى، هاي الله يا ربي راه داري. راك تشوف الناس، بنادم اللي يدفع الدراهم باش يقدر منصب ماهي سهله. عنتر يحيى معروف متكون في الاحتراف، تما لعب لعب في الاحتراف، تكون في اداره محترفه، يعني الاحتراف برك. الله يجعل ما يبهدلوناش، الله يجعل ما تبهدلوناش، الله يجعل ما تهبلوش من راسه، الله يجعل ما يهبلش، خلوه يخدم اداره منا، جايب البروجي تاعو وفروا له كلش وخلوه يخدم. خامل كوربيس كان يدي 90,000 أورو، ما جابش بريكا الاتحاد العاصمي. خلينا هنايا الشامبيونه وكوب دارجيلي، خلينا من هذو، خلينا من لهيئه الرعاين، هذيك سموها لهيئه الرعاين، هذيك سموها برا، ماشي لهنايا سبع ومي تخرج برا تولي لي انا راخو كيسموك، تولي لي قنينه ارنوبه صغيره، تولي ارنوبه مكاش. هذه انا تجيب لي من برا، دروك تجيبوه من برا، كاونا ليك تاع لهنا والشامبيون الراقي ما يقلحناش، وبرا شتايله بالراقي وما ديروا والو، راقي وبالراقي وما ديروا والو. زابشي تاع لافاب، زابشي تاع لافاب اللي زابشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا ومزبوش الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها
1000 هكتار لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه